مشاهدينا في كل مكان، طابت اوقاتكم جميعا بكل خير واهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد يتجدد بكم ودقة زار. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت الى اخر الايه. الشاهد من الكلام انهم يعلمون الناس السحر، اذا ان السحر وارد بالقران في ايه صريحه قطعيه الثبوت قطعيه الدلاله، ولكن ما اثر هذا السحر على حياتنا؟ وهل كل اعراض السحر ممكن ان تكون اعراض حقيقيه ام ان هناك يمكن ان يكون تخيل؟ وهل يمكن ان يكون هذا التخيل تحت تاثير سحر؟ اي يمكن أن يكون لدينا نوع من أنواع السحر اسمه سحر التخيل؟ كل هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ إبراهيم شهاب الخبير في العلاج بالقرآن وفي هذا المجال. فضيلة الشيخ أهلا بك. أهلا وسهلا وزينك، جزاك الله خيرا. أهلا بك. أهلا وسهلا. هو ممكن يكون في حد بيتوهم وحد بيتخيل وحد بيتخيل تحت تأثير سحر، يعني في سحر تخيل؟ الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. زهاني جزاك الله خيرا، مشكور على هذه المقدمة لما فيها من دلالة، ونحن نجهد جميعا بأن القرآن بأكمله أنزله الله على صدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تبيانا وحق. بالفعل في سحر، بالفعل في عين، بالفعل في حسد، واثبت ذلك كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل كما ذكرت في سورة البقرة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ده دليل قوي جدا بأن السحر موجود. وفي دليل آخر من حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان على أمتي أكثر موتاهم بالنفس. وتكملة الحديث قال: يأتي زمان على هذه الأمة قصرة السحر وخروج المسيح الدجال. إذن في ارتباط من قوة السحر وامتداد السحر إلى أن تقوم الساعة. تمام. وله علاقة بالمسيح الدجال، وله علاقة بالمسيح، ودي هنجيلها في حلقة لوحدها كده يعني، ودي هتكون يعني من قلائل الحلقات اللي ممكن تتحدث عن هذا الأمر وتربطه إن شاء الله. بعمين الله عز وجل حينما يتكلم عن كتابه قال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه. وقال أيضا: قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء. تخيل أن الله عز وجل تكلم عن القرآن أنه شفاء. ذكر ابن القيم قال أن القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدوية البدنية والقلبية وأدوية الدنيا والآخرة، ولكن تكلم حينما تكلم عن الأدوية قال: لكل داء دواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداوي يا عباد الله ما خلق الله لكم من داء إلا وله دواء، علمه من علم وجهله من جهل. فرق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع أن هذا الأمر صح، يعني ما ينفعش دكتور بطنة يروح يعمل عملية قلب مفتوح لدكتور المريض عنده قلب برغم انه طبيب، برغم طبيب. ولا ادى مساحه للمعالج بالقران ان يتكلم في امور طبيه طالما هو لم يتدخل فيها. الله عز وجل حينما تكلم عن العلاج بالقران قال: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. الله عز وجل انزل القران تبيانا وضوحا لكل شيء. هو أنا ممكن أجيب كوباية مية وأقرأ عليها قرآن بنية شفاء فشفة؟ بس هل دي وسيلة للشفاء؟ وسيلة شفاء، بس هل هي كل الشفاء؟ لا، وتشفي كل حاجة؟ وهل دي تشفي كل حاجة؟ لا، أقول لك لا. زي ما ذكرت قلت إن العسل شفاء ورحمة، وذكره الله في كتابه وذكره النبي في حديثه، ولكن هل العسل شفاء لكل مرض أنزله الله؟ لا. بس لو خدناها عن النمط، وهل كل عسل يشفي؟ بالظبط كده، مستحيل. ولكن لو خدناها عن النمط، انا عاوز اخد بالاسباب الاخره وسنه النبي محمد، جبت كوبايه ميه ونفست فيها من القران بنيه الشفاء، يشفيني الله عز وجل؟ يشفينا الله عز وجل. ولكن النبي محمد قال: حينما يكون عندك داء معين لابد أن تذهب إلى طبيبه، إلى معالجه، هو أدرى بالدواء.
التخصص عايز تقول مش النبي محمد قالها للصحابة أنتم أدرى بشؤون دنياكم في حديث البلح، قالها للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يعلمنا التخصص. أنا بتاع قلب يبقى بتاع قلب، ماليش دعوة بمسالك بولية. أنا بتاع إنجاب ماليش علاقة ببطنة. كل دكتور ليه تخصص. لو مش كل دكتور ليه تخصص مش هنلاقي أطباء موجودين كل واحد بيتكلم في منهجه وفي علمه. هتلاقي دكتور واحد بيتكلم عن كل بقى، عن القلب وعن الإنجاب وعن الذكورة وعن المزاج، صح ولا لا؟ صحيح. ولكن كل واحد ليه إيه؟ تخصصه. تخصصه. بدأنا هذه الحلقة بالتخصص. ليه بدأت هذه الحلقة بالتخصص؟ لما رأيت وسمعت أن المعالجين بالقرآن أو بعض المعالجين بالقرآن يتكلمون في أمور طبية وهم ليس لهم من الأمر بمكانة. وهذا يعني لا يجوز. خليني أقول يعني خليني أقول إن هو لو هتكلم على نمط، أو أنا بتكلم على إني معالج بالقرآن، أنا ليس لي بأمور الطب، ولكن كل أمور الطب لابد أن يكون عندي بعض المعلومات عنها حتى يتحدث المريض أقول له أنت محتاج دكتور نفسي، محتاج دكتور مساج بولي، محتاج دكتور قلب. أنا عرفت منين؟ لابد أن أقرأ وأتعلم. حتى المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. أنت سعادتك لما هتجيلي وأنت مريض وجاي معتقد أن عندك سحر، ولكن أنت عندك مرض صدفية، يعني كنت عندي حالة وده خليني ببدأ الحلقة بالتخصص في هذا الأمر. سابوا المريض اللي الصفية بدأت بجزء صغير في الجسد، مشي مع الزيوت مع المعالجين ومسك أبيض ومسك أحمر ودهان في صدفية ودهان وقطن وصبح وليل، الحد الموضوع سرح في جسد المريض فازداد الصدفية في جسده. لما راح بقى للطبيب المختص بعد كده قال له ايه؟ انت ايه اللي اخرك اول الحالة اتأخرت؟ انت ايه اللي اخرك دي؟ احنا محتاجين ومحتاجين عشان ترجع لطبيعتك. قال له اصل انا كنت ماشي مع الشيخ الفلاني 5 سنين او 3 سنين وبيديني زيوت. قال له ايه علاقة زيت الزيتون والمسك الابيض والمسك الاحمر بمرض؟ ايه علاقته بالصدفية؟ ده مرض جلدي بحت، ومش اي دكتور جلدية يتخصص فيه كمان. تخيل دكتور جلدية وما يقدرش يتخصص في الصدفية. ما ابحث علمي خاص. فقال لي طيب انا جيت اخد رأيك امشي مع مين فيهم؟ مع الطبيب اللي هياخد معاه شوط شوية ومتأخرين شوية، ولا مع الشيخ بس اصبر على الشيخ شوية؟ طبعا انت اكيد قلت له الشيخ. ما انت شيخ بقى. تخيل انا قلت ايه؟ انا حزنت من داخلي، قلت له يا اخي طب انا اسالك سؤال، انت مشيت معايا شهر ما لقيتش نتيجه في الصدفيه ولا تحسن 1%، دخلت الشهر الثاني، دخلت الثالث، بالله عليك انهي عقلي ولسه بتسال؟ وانهي عقلي؟ قول له كده، قول له لسه بتسال؟ وانهي عقلي يحتم علي هذا الامر؟ يا اخي دي حاجه جلديه بحته، محتاجه دكتور صح يفرق ما بين الدواء والدواء. زيت الزيتون عندك 1000 نوع زيت زيتون، وعندك 1000 نوع مسك احمر و1000 نوع مسك ابيض، ايه علاقه ده بالجلديه؟ ده ممكن يفاقم الازمه. المشكله وده اللي حصل معاه اكيد. ده عايز اقول لك ان هو بيقول لي انا ضيعت سنين عمري في شيخ. قلت له والله انا ما اعرفش افتي فيما هو ليس بعلم عندي. طب عايز ارجع لبدايتنا. فعلا يا شيخ ابراهيم هناك يعني ناس كده تلاقيها يقول لك انا بتخيل حاجات، انا بشوف حاجات، انا بشوف اشباح بتعدي قدامي؟ تمام. الكلام ده له علاقه يعني، هل الكلام ده حقيقي فعلا ولا ده بيبقى مرض نفسي، ولا في سحر اسمه سحر التخيل وبيدي الناس هذا الانطباع؟ طيب انا هرد على السؤال بسؤال. اتفضل. وتسامحني طبعا، يعني انت عارف احنا طول عمرنا 3 سنين داخل في سنه رابعه بنحاور بعض سؤال بسؤال. تمام. ودي ادى عائد على المستمع الكريم سواء بره مصر او جوه مصر انه بيفهم يعني كلمه منهج عليك بالقران. يعني انا بشكر الله عز وجل وبشكر سعادتك بصفه خاصه، ربنا يخليك، وهذه القناه، ان المشاهد بدا يفهم يعني ايه كلمه علاج بالقران. في اعلى مني كتير وافضل مني كتير، ولكن حينما اتكلم مع سيدتك في نمط العلاج بالقران بين نوصل المعلومه للمشاهد. يعني بيقول لي انا كنت بروح بتخني وبتضرب على السن يجيني جواي، واحنا عرضنا الضرب الحلقه اللي فاتت. دلوقتي بقيت اروح الشيخ يقول لي هضربني، يقول لا ستوب. تضرب مين؟ انا سليم، انا واعي. لا هيضرب الجن. وبقى جد له هيضرب الجن. دي بقت ميزه جميله قوي. فيتحول النمط بتاع كلامهم، يقول لك ايه؟ لا ده انا بضرب القرين اللي هم كانوا لغيين، اللي كانوا بينكروه خالص على الاطلاق. يقول لك ايه؟ ما فيش حاجه اسمها قرين، القرين ما هو الا وسواس. طب انت اشمعنى دلوقتي داخل في قرين وبتضربه دلوقتي؟ انت اشمعنى داخل دلوقتي؟ فانا هرد على السؤال، هل في من انواع السحر العديده منها سحر التخيل؟
يعني في سحر اسمه سحر التخيل؟ بالفعل. يعني الناس دي مش كلهم مرضى نفسيين اللي بيتخيل حاجات وبيتخيل أشباح وهو نايم بيشوف حاجات وكده؟ من يفرق ما بين أعراض الطب النفسي وسحر التخيل؟ آه ده السؤال، مين؟ أنت اللي تجاوب بقى. هتقول لي راقي؟ هقول لك مستحيل، هيدخل الحبل في النابل، لازم معالج. هتقول لي إيه الفرق ما بين المعالج ما هو والراقي؟ الراقي بيقرأ قرآن والمعالج بيقرأ قرآن، إيه لا لا الفرق؟ لا 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 خالص. دكتور جراحة عامة يقدر يعمل عملية قلب مفتوح؟ ما يقدرش. دوره ان يني دواء، الدواء ده يحسن الحالة او يسكن الحالة لحد ما يروح دكتور متخصص في جراحات قلب عايز تقول يعني. على طول. اه يعني انت عايز تقول في تخصص التخصص. بس. اه. ولكن راقي معاك الحمد لله رب العالمين ويقرأ صوت جميل ممكن تبكي من حلاوة صوته. بس مش هينفعني بشيء. في امريكا كان حد من صحابنا رجله كسرت، فروحنا بيه يعني لمركز، فجاء الدكتور فلقى رجله اليمين، فلقيت الدكتور بينسحب وبيكلم حد، هو مش دكتور عظام؟ قال لك اه بس ده متخصص في الرجل الشمال في الليفت، شفت النمط، اه في مع الليفت، انه عظام عظام ودي عظام ودي عظام، ودي رجل ودي رجل، ده احترام العقل. اه وعشان كده الله عز وجل انزل القرآن وضوح تبيان. هو ليه الله عز وجل قال وننزل من القرآن؟ ليه ما ربنا ما قالش وننزل كل القرآن؟ شوف بقى، هم هناك وصلوا للتخصص التخصص، العلم، واحنا هنا العلم، ممكن اي حد يعالج اي حد. العلم هي دي المصيبة عندنا احنا هنا. العلم فين؟ انت معالج بالقرآن؟ اه انا معالج بالقرآن، يا فرحتي على راسي. بتعرف تشخص ما بين اعراض العين واعراض السحر؟ اه بعرف. طب شخص، يقول لك لا ده معمول لك سحر سفلي. جبتها منين؟ ايه الاعراض الثابته عندك؟ اصل انا قريت في الكتاب الفلاني واحد اثنين. وكل من قرأ هذا الكتاب يشخص الحاله؟ مستحيل. طب معلش بقى، طالما حضرتك قلت لي في فعلا سحر اسمه سحر تخيل، اه طبعا. طب انت بتفرق ازاي بين هذا السحر؟ انت مش عارف تعرف الدليل الاول؟ الدليل على وجوده يعني؟ اه يا ريت اتفضل. سوره طه ربنا قال فيها ايه؟ يخيل لهم اليه من سحرهم، من سحرهم انها حيه تسعى. معلش حبال وعصاي، اقولها لك تاني. اه يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. لا هنا لازم لو هحط سبوت من سحرهم. لا ويخيلوا، انا بس هبدا بالكلمه الاولى. يخيلوا اه وبدا بكلمه التخييل. ومين اللي بيتكلم؟ رب العزه. وبيتكلم عن مين؟ عن موسى كلمة الله مباشرة. وقال له ايه؟ يخيل. يا شيخ ابراهيم، يعني انت عاوز تقول لي ان سحر التخييل تعرض اليه سيدنا موسى، وسيدنا موسى تخيل بان الامر ده حقيقي وهو اصلا في الاصل خيال؟ اقول لك اه. ونبي. ونبي، ومش اي نبي، كلمة الله مباشرة. سيدنا موسى لما رمت الإحبال والعصيان في يوم الزينة أوجز في نفسه خيفة. أوجز إيه؟ أو في نفسه، خيفة. خيفة. تخيل أنت بتقول إيه؟ كريم الله. تخيل خاف. منين بقى؟ إيه؟ من تخيل عصاية أو حبل إلى إنها ثعبان يسعى، وهو في الأصل عصاية أو حبل. بس من إيه بقى؟ يخيل إليه من سحرهم. يبقى هنا في تخيل وهنا في سحر. ربط التخيل بالسحر لما فيها من مكانة. ايه هي المكانة هنا؟ المكانة ان الساحر يقدر يخليك تحول هذا الكوب من كوب به ماء الى قطة. طيب انا بعتلي دلوقتي على الصفحة بتاعت داء اتزار، وبدعو كل مشاهدينا يعني للانضمام للصفحة، وسؤال جاي لي بقى عن طريق القناه، قناه اليوتيوب هاني الدباني. واحده بتقول لي انا اتجوزت جوزي عن حب وكنا سعداء، وكان اسعد لحظه في حياتي اللحظه اللي التقي بيها، وفجاه بقيت اشوفه كالقرد العجوز. صح صح. هل ده له علاقه باللي احنا بنتكلم فيه؟ هو اصلا له علاقه. هو ده سحر تخيل. يخيل. لو وقفنا عند الآية دي عاوزين 5 حلقات نتكلم عنها على الآية دي بس. هو واحدة ممكن تيجي تقول لك يا أستاذ هاني إن أنا ممكن أشوف تعبان بيتحرك أو خيال أو ظل بيعدي،
بيتكرر باستمرار؟ اقول لك صح. طب انت ليه ما تقوليش يا شيخ ابراهيم ان ده مرض نفسي؟ ما جاهز بتخيل حاجه وهميه او مرض نفسي. اذا توافقت علامات السحر التخيل غير تخيل الشخص بس، لابد ان تسجد وتقول ان هذا سحر تخيل. لا تاني هقول لك، سحر التخيل مش شرط بس ان انت تتخيل الشيء، ان انت حاجه عدت كده تخيل، مش هو ده. طب انا شفت، مش هو ده بس، ده في قطه عدت من هنا من شويه، مش هو ده بس، امال ده لازم يجيلك في الاحلام، يعني لازم يكرهك في اقرب الناس اليك. طب وانت صاحي وانت نايم؟ وانا صاحي وانا نايم، انا معايا فيديوهات، ويجيلك في الجاسوم ياريت كمان. تجهز فيديوهاتنا يا شباب. طيب اخد بس اتصال وارجع لحضرتك تاني. حاضر، على راسي. الو الو الو، معلش نوطي التلفزيون. اتفضلي، ازيك؟ اتفضلي يا فندم. حضرتك سامعني كده؟ كده سامعك، اتفضلي. ممكن اكلم الشيخ؟ يا فندم مع حضرتك. اتفضلي يا فندم. اتفضلي شيخ ابراهيم، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا. انا اكتر حد متابع حضرتك، متابع البرنامج حضرتك، وليا الشرف والله يا فندم. من حضرتك كتير جدا 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 يعني، وليا الشرف. معلومات والله كتير ما كنتش اعرفها، وحاجات كتير ما كنتش فاهماها. فانا بس عايزه يعني اسال سؤال او اطلب طلب من حضرتك. عايزه اجي لحضرتك المركز لان انا عندي مشكله كبيره، بس مش هينفع اتكلم على الهواء، فمعلش اعذرني. طيب هو في ارقام التواصل، في ارقام التواصل معايا على الشاشه، اتفضلي ممكن تاخديهم يتابعوا مع سعادتك. حاضر، خلاص ارجع لي الارقام على الشاشه يا استاذ ايمان، وان شاء الله يوصلوك بفضل الشيخ. هرجع بقى للست دي، ويا ريت نجهز الفيديو محمد بعد اذنك. الست دي بتقول لك انا اتجوزت جوزي عن حب وكنت بحبه وكلام. طب ترجع لسيدنا موسى في رد السؤال بتاع الست دي. ايه هو؟ اتفضل. سحروا اعين الناس. ده رد سؤالك. يعني ايه سحروا اعين الناس؟ يعني انا ممكن اشوف زوجتي وهي نايمه جنبي قردة ويشمئز واقوم وبعد كده اتحقق الامر، ايه زوجتي؟ اقول لك وبيحدث بالفعل. يعني انا ممكن زوجتي تبقى في المطبخ، في المطبخ بتعملي كوبايه قهوه، واخش غرفتي اغير ملابسي الاقي واحده زي زوجتي موجوده في داخل الغرفه، وانده عليها تقول انا في المطبخ مش عندك في الاوضه. ده امر جنان، امر طب نفسي؟ اقول لك لا. بس هل الشخص ده فعلا مسحور ولا هو مريض نفسيا؟ عنده وسواس قهري، عنده اكتئاب وجداني، عنده ستريس، اعرف منين؟ لابد من سماع المريض وتشخيص الحاله، وبعد السماع والتشخيص القراءه على الحاله عشان تفرق. وبعد ما تسمع كويس قوي هتفرق انت مريض بسحر او انت عاوز دكتور نفسي. الحق نفسك على دكتور نفسي. طيب اذا كانت او كان هناك ناس بتتخيل اشباح، بتشوفها بتتخيلها بكلام من ده، تمام، ولكن الا يوجد بالفعل كائنات يمكن ان نشعر بها دون ان نراها؟ طبعا بالفعل، مظبوط كده. صح، يعني فعلا ممكن ناس تشوف حاجات تتخيلها، ناس كده شبه البخار الميه المكثف او ما الى ذلك، ده ممكن يكون حقيقه. طبعا. الكاميرات احيانا لما بتسيب كاميرا مثلا في مكان بترصد لك حاجات غير عاديه. صح. ما تيجي ارجع معاك قبل الفيديو ما يتذاع، تمام، لسحر التفريق، ارجعك كده خطوتين ورا. له علاقه بالتخيل؟ من اعراض ومن انواع سحر التفريق سحر التخيل. تخيل ان رابط كل انواع السحر بسحر التفريق، وهو كلها. وهو ذكر في القران، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين. هو التفريق هيجي منين؟ المرأة انا بره بيتي بحب في زوجتي قوي، متفاهمين لدرجه ان احنا ممكن نحب بعض بالساعات مع انها زوجتي. بعد نص ساعه انا دخلت بيتي مش قابل اتكلم، مش عاوز ابص، باثر في الكلام، عاوز انام. طب ما انت كنت لسه بتهرج وبتدعبني في التليفون، ايه اللي حصل لك؟ قال لك هنا ممكن الزوج يتخيل وجه زوجته كقبيح. لا هنا معلش، ده السؤال الاهم بقى. ها، انا بره البيت، ها، زوجتي حلوه جميله، جوه البيت، ها، هو مش طايقها، تمام. هل هناك علاقه بين السحر وبين المكان؟ طبعا. هو هيطلق مين؟ هو التخيل هيجي فين؟ في السياره ولا في المكتب؟ التخيل هيجي في الوجه،
المقابلة أنا وأستاذ هاني أصدقاء متوادين متحابين، قام شخص ما حاقد علينا احنا الاثنين فصنع شيء معين، مجرد ما بنتقابل انا وزهاني يفر بعضنا بعضا. تفريق. طب ايه سبب الفراق؟ يعني التفريق ممكن بين الصديق والصديق، والتفريق في سحر التخيل اشد من سحر التفريق على المرأة. لان انا طول ما انا شايف زوجي او زوجتي قبيح الوجه افعاله، طب صلى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، مش ممكن زوجة تقول لك على الصفحة بتاعتك او تستشيرك في التليفون، استاذ هاني انا بقول لجوزي عادي يا عم انت وحشتني يا عم تيجي تخرجني شوية. يتحول هذا النمط الى خناقة تؤدي الى ان المرأة تذهب الى بيت ابيها عشان تقول له ايه؟ وحشتني تعال نخرج سوا شوية، هو انا ما بخرجكيش؟ هو انت ما عندكيش دم؟ هو انا مش بصرف؟ الخناق لأتفه الاسباب. الاسباب. وبعد ما يتم الخناقه ومع احترامي طبعا للرجال او النساء او الالفاظ القبيحه أو يرجع يقول احنا ايه اللي حصل؟ هو ايه اللي حصل؟ والله ما اقصد انا ايه اللي حصل؟ احنا في بينا شيطان. في بينا شيطان. وهو صادق فيما يقول. وبعد ساعه او اتنين او تاني يوم يتم الفعل بعينه. لا في حاجه غلط. زي ما تعملي لي مثلا فنجان قهوه. هو انا ما بعملكش قهوه مثلا. نفس الموضوع في امور اسريه، او زي حد يقول حد صباح الخير انت كمان بتقولي صباح الخير. بس حاجة في امور كدا. اسريه لابد من سلوكيات الزوج مع زوج لازم تتبدل. وفي امور نفسيه لازم تتبدل، وفي امور قرانيه لابد الدواء فيها. طب السؤال اللي لازم يتسال دلوقتي حالا ويعني كاطار مهني، انت قلت لي السحر مرتبط بالمكان، يعني بره البيت الراجل حلو مع مراته، جوه البيت متغير. مش طايق مراته متغير. طيب قبل ما اخد الاتصال يعني هسالك السؤال والاجابه بعد الاتصال. طب لو غيروا البيت هنا السحر بيروح ولا بيمتد وبينتقل من البيت القديم للبيت الجديد؟ ناخد اتصال ونرجع نكمل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ هاني؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ محمد. مرحبا بفضيله الشيخ ابراهيم شهاب. الله يرفع قدرك. اتفضل. وبنشكره على البرنامج ده اللي هو شال الجهل عن الناس كلها. جزاك الله خيرا. وابعدنا عن الدجالين. الله يعزك. ليا سؤال لفضيله الشيخ شهاب. اتفضل. شرف ليا يا فندم. ربنا يكرمنا بيه يا رب، يساعد الامه كلها ويساعد الناس على بعد الدجالين ان شاء الله. يغفر الله ما لا تعلمون. فضيله الشيخ شهاب ممكن بعد اذن حضرتك السؤال؟ اتفضل. حضرتك انت بتتكلم عن سحر التفريق. طب اللي مش متجوز واللي التفريق اللي السحر منعه من الاندماج اصلا. تمام. يعني تفريق بدون زواج يعني. تمام. عشرات السنين داخل على 55 سنه ومفيش اي موانع عندي، وفي الاسره حالتين او ثلاثه نفس النظام، يعني انا ثالث حاله في الاسره. تمام. اخ مطلق واخت متاخره زيي وانا متاخره. تمام. ده مش لازم يكون في زواج عشان يكون في تفريق. كلام سعادتك صح. انا اعتقد ان في ساعات ممكن في تفريق اللي هو منع الزواج اصلا. بالكلام سعادتك مظبوط. طب رضاء سعادتك تجاوبنا على السؤال ده ولو امكن. حاضر. وربنا يجعلك سبب في علاج وشفاء الامه. حاضر. بعيد عن الدجل والدجالين. حاضر عينيا. شكرا استاذ محمد. عندنا سؤالين. أجب. طب ناخد سؤال اتصال كمان معلش ونجاوب عليهم كلهم. حاضر. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ايمان اتفضلي. يا فندم انا عندي مشاكل وضيق في الرزق ودايما بحلم بقطط سودا وعصافير سودا وحياتي تعبانه وجوزي بطل يشتغل من ليه فتره ومش طايقه خالص. يعني هو يطلع بره عايزاه يجي، اول ما بيدخل مش طايقاه اصلا. وحياتي تعبانه ودايما احلم ان انا تايهه في مقابر. ويعني حياتي صعبه خالص خالص، ودايما بسمع الرقية الشرعية دايما. تمام. يوميا وسورة البقرة يوميا. وبرضه ما فيش تحسن في حياتي. تمام تمام. طيب شكرا يا إيمان، الرسالة وصلت. ده يعني في نفس الإطار اللي احنا بنتكلم فيه. هرد على نبدأ بإيمان بقى. هبدأ بآخر وآخر اتصال. بإيمان نبدأ حاضر. بإيمان. آخر اتصال. خدت بالك بس قالت يا استاذ إيمان يا ربي يعافيها من كل بلاء. يطلع من البيت أتمنى إنه يجي. يجي البيت ببقى مش طايقاه. طيب نفس برضه فكره الاخت اللي كلمتنا دلوقتي. بس قالت لك انا بعمل ايه؟ بتسمع رقيه شرعيه وسوره البقره. طب مع احترامي، هل القران عاجز على ان يتم الشفاء؟ استغفر الله، حاشا القران ذلك. ولكن مش التخصص. انا قلت قبل كده مع سعادتك ان سوره البقره اخذها بركه وتركها
حسرة فلا يستترها البطرة. بس هو ده النمط. وقاية. بس طب إذا حدث الـ 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 المكروه تعالج؟ لا. إذن العلاج ليس البقرة. بروفين 600 أو بروفين 400 يعالج صرع في المخ؟ لا طبعا. بس يدي تسكين بعض ساعات؟ مسكن وليس علاج. حلو. عايز تقول بس حقن السيولة في الدم اللي ممكن، أنا عندي دوار من نقص الدم يصل للمخ، هل البروفين يعوض هذه المادة؟ لا مش علاج. مع ان طبيب اللي كاتبه لحد ما تعمل اشاعات وتحلل فحوصات عشان تبين نوع المرض. بس ده مسكن. صورة البقرة ايه؟ وقاية. اه. وليس لها امر بالعلاج بالقرآن. هتقول لقف، انت بتتكلم في ايه؟ معالج بالقرآن. ده النبي قال ان صورة البقرة بتعالج. اقول لك ما لهاش ابدا. اخذها بركة. بركة. بركة على من قرأها، على من سمعها في المكان. وتركها حسرة. ما خدتش البركة بتاعت القرآن فمحصور. فاتك خير. بس. فلا يستترها البطرة، شياطين. بس. ولكن سمعت حديث وحشاني أن أتكلم بهذا النمط. سورة البقرة تعالج سحر التفريق؟ لا ما حصلش، ما فيش. ولا قرآن ولا سنة. ولن أقبل منك ده، يعني حتى لو أنت قلت لي ده في حديث بيقول كده أقول لك لا. ما فيش. تمام. صح ولا؟ ولكن هي بتقولك انا بسمع الرقية الشرعية اللي هي ألف لام ميم وسورة الصفات وسورة الجن واواخر الحشر واواخر البقرة. طب ما هو الشيخ اللي تروحي له هيقرأ عليك نفس الآيات اللي انت في الأصل سمعتيه. امال بقى العلاج ازاي؟ أين الدواء؟ أيوة. بس أين التشخيص؟ طيب لا تسأل عن دواء بل اسأل عن تشخيص. طب هي اتكلمت في حاجتين، وهل ممكن كلهم اثر بالسحر؟ قال لك عندنا ضيق رزق ومش طايقه جوزي لما بيجي، ولما بيخرج ببقى عايزاه يرجع بسرعه. طب ما تيجي احللها لك. اتفضل. انا زوج ومعايا زوجه واولاد، انا مش مرتاح في بيتي ونكد في بيتي ومشاكل في بيتي، مش هعرف هنتج في عملي. لا طبعا اكيد عقلي مشوش. ده حتى لو ما فيش سحر. حتى لو في سحر. ده طبيعي. فما بالك لو كان في سحر. هيعرف يشتغل ويدي انتاج. فهيتلاقي في عجز في المال وعجز في الصحه وعجز في الدخل المالي عشان نصرف وناكل ونشرب. يبقى النمط كله يحتمل على كلمه تخيل. طيب نرجع لاخونا محمد برضو اللي اتصل وقال لك ان انا 55 سنه ما اتجوزتش ومعمول لي تفريق من غير تفريق، هل ممكن الحلقه اللي فاتت من غير تفريق تكلمنا ان ممكن واحده وواحد وهم بيحبوا بعض ما قروش فتحه يتم بينهما التفريق. كل ما اجتمع عليه اثنين. طب انا ما اتقدمتش اصلا لحد، يعني قبل او ما مش عارف اتقدم لحد، قبل ما تبدا الحكايه ممكن تنتهي. بس انا ما اروحش لحد. ومع ذلك كل ما اروح عند حد يرفضوني بدون سبب. وصلت الرساله. طب ليه نعمل ايه؟ هل مصاب ولا البنت اللي مصابه؟ وارد ان هو يكون في نظره عين فتحرمه من نعمه الزواج والسكن والموده والرحمه. بس المشكله عنده هو اكيد، مش عن طرف تاني. او عن طرف تاني. بس هو بنسبه كبيره عنده تقريبا. وارد. يعني خليني ما اقدرش اجزم. لا ما انا برضو يعني من عاشر الشيخ ابراهيم شهاب فكده واضح ان اخونا محمد فيه مشكله يعني. وارد. طيب السؤال اللي سالته قبل الاتصال اللي هو نقل البيت عشان نبتدي نشوف الفيديوهات اللي معانا. طيب لو 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 هي بتقول لك انا جوزي بره البيت حبايب وزي الفل، تمام، يجي البيت انا مش طايقاه، تمام، يبقى العيب او في ارتباط بين المكان. طب تعالى بقى نسيب البيت الوحش ده ونروح بيت تاني، هنا تنتهي العلاقه بالسحر؟ اسال سؤال. اتفضل. هل هيتغير الحال من حال لحال بالظبط ام حال ثابت؟ ده السؤال. ارد بقى على السؤال. اتفضل. هساله في الوحدتين. لو هو تغير الحال من حال لحال يبقى المكان ده كان مسكون او كان فيه شيء مش كويس ادى ان عمار المكان بيضايقوا اصحاب المكان فيمشوا. بس ده مش سحر. ده مش سحر. تمام. طب لو رحنا بيت تاني جديد واحنا اللي بانيينه بايدينا كلام جميل كده، ومع ذلك خلافات على اتفه الاسباب او تخيل بعض الاشياء في الاماكن او خبط اسمع خبط محدش يسمعه الا انا، او ابني يقوم من النوم يصوت الطفل الصغير العو يا ماما العو فين يا ابني مش شايفين ده جايب السكينه موتني. فاكر لما قلنا السنة الماضية لما تكلمنا عن سحر التخيل قلنا الأطفال أشد ضررا في سحر التخيل من الكبار؟
بالرغم انه ممكن ما يكونش معمول للاطفال، مش ممكن معمول للاطفال بس هم يرون ما لم نرى. لسه كنت اسالك، هو فعلا الاطفال عندهم شفافيه اكتر من الكبار؟ يرون الجن ممكن يظهر يظهر للاطفال عشان احنا مش هنصدقهم. في ابهات وامهات بيقول لك يعني ايه علاج بالقران؟ خلي بالك السؤال ده اتسال كتير قوي. يعني ايه كلمه علاج بالقران؟ يعني ايه كلمه سحر؟ يعني ايه كلمه هو انتوا مش لاقيين شغلانه؟ تعال اقف هنا يا حبيبي. يعني ايه دكتور بطنه؟ يعني ايه دكتور مخ واعصاب؟ طب ايه علاقه دكتور البطنه والمخ والاعصاب بعلاج بالقران؟ المعالج بالقران الكريم طبيب فيما يخص امره. ايوه بس عشان بس حتى لا تفهم الكلمه بالخطا، هو المعالج بالقران ممكن يعالج مرض بطنه او مخ واعصاب. اول حاجه قلت لك ايه؟ او حتى مرض التخصص. نفسي. لا التخصص. لازم توضح ده. بس المعالج بالقران معالج لمرض ثابت وموجود. ما هو المرض او ما هو الداء؟ القران، اما سحر او حسد او عين. طب تيجي تقول لي يا شيخ ابراهيم هو انت ممكن تكتب روجيتا من الصيدليه ويصرفها المريض؟ مش تخصص، دي جريمه. الفيديو جاهز يا شباب؟ دي جريمه. طب انا عايز اوريك حاجه. حاضر. ونرجع نكمل حديثنا عليها، بس انت كده جاوبت على السؤال ان فعلا لو المكان ده انتقلنا من مكان لمكان والدنيا بقى تمام يبقى العيب في المكان، في عمار المكان. تمام تمام. انما لو انتقلت معانا نفس الاعراض نفس الدنيا يبقى العيب في الاشخاص، في مشكله في الاشخاص. تمام. طب نشوف الفيديو ونرجع نكمل تاني مع الشيخ ابراهيم. يلا بينا نرجع لحضراتكم. طيب لحد ما يجهز بس. طيب. انا بقى عندي ليك فيديو. اتفضل. واضح وسريع قوي وحاضر معانا. هو انا كنت رحت الدكتور نسا وكنت عاوز اخلف على عيالي تاني، عندي اولاد وعاوز اخلف تاني. فالدكتور قال لي انت ما عندكش اي مشكله خالص، تخلف بكره عادي. وزوجتك مخزونه مبيض ال اف اس اتش والال اتش والاي ام اتش، مخزونه مبيض نورمال طبيعي زي العسل. بس ما اقتنعتش بكلام الدكتور ده، قلت الدكتور بادئ بقى عليه، ما هو دكتور كبير ومشهور والناس بتشكر فيه. فخطر في بالي ان انا اروح لشيخ. خطر في بالي اروح لشيخ، فانا رحت لشيخ ذهاني. والشيخ مشكورا قال لي يا ابني انت عندك سحر، والسحر ده ساكن جوه الرحم بتاعه زوجتك. ده شايفه كمان يعني؟ هو صراحه راجل كان محترم في كلامه وقال لي. بس معلش، هو الشيخ ده عنده منظار يعني؟ معلش يا فندم، بس اكمل تشخيص الشيخ. معلش انا اسف. ماشي. لان هو امر جلل يعني، امر جميل جدا. وطلع اشطر من الدكتور. تخيل ان الشيخ طلع اشطر من الدكتور كمان. قال لي بص، المبيض الشمال عليه سحر يختلف عن المبيض اليمين. يعني ده سحر ده سحر. فقلت له طيب ماشي، طيب انا 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 فقير بالعلم في هذا الامر. انا فقير في هذا الامر. اعمل ايه؟ طبعا هو مشكورا ما قراش عليه قران. بس فرد عليا وتاني وقال لي طب هو في جن قاعد قاعد في عنق الرحم. الجن قاعد فين؟ في عنق الرحم. قلت له طيب اعمل ايه؟ قال لي في حل من حلين. حل من حلين، وركز معايا الله يكرمك في الحلين دول. ولو عاوز ناجل بعد الفيديو ناجل. لا لا لا، كمل حاجه القصه وهنجيب الفيديو تاني فول سكرين بس بعد ما نخلص. طيب. فقلت له طيب الجن ساكن عنق الرحم. طب انا كابراهيم وزوجتي مريضه بسحر. اعمل ايه؟ قال لي في حل من حلين. اما اعالج عن بعد. عن بعد. قلت له طيب ماشي، طب هيتم العلاج ازاي؟ قال لي اديني اسم واسم الام وتاريخ الميلاد وتبعت لي في البنك 6000 جنيه لو عايز تحله في 6 ساعات. طب لو عايز احله في ساعه؟ اقول لك والله انا سالت الاسئله. فرد قلت له طيب. طب انا لو عاوز احله اسرع لان انا ما عنديش وقت. بس انا عرفت الشيخ اللي امرحه له. استنى بس، انا عرفت الشيخ اللي اكمل اقول لك اسمه. ام خديجه المغربيه. لا 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 والله والله ابدا. طيب. طب لو عاوز احله في ساعه 10000 جنيه. 10000. طيب قلت له طيب هل هتديني دواء؟ قام قال لي اتفرج. انا عاوز اديك الدواء. تمام. طب انا قلت له الدواء ده ليه؟ يعني الدواء ده ليه؟ قال لي هيعمل حاجه من حاجتين. هيخلي الجن اللي جوه عنق الرحم ينصرف تماما. قلت له ينصرف تماما؟ قال لا. قلت له طب فين الدواء؟ قال الدواء اهو. اتفضل. تعالى بقى الدواء. تعالى نشوف الدواء ده يا محمد. تعالى تعالى لي هنا كده فول سكرين يا باشا. تعالى
دوا. محمد انت درست فارسي اندونيسي، انت درست لغات ايه يا محمد؟ طيب طب اللغه دي ايه يعني؟ معلش لو عايزه بيجي لي. لا 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 خالص. ايه ده يا استاذ هاني؟ مع احترامي قدرك طبعا. ايه ده انت بتسخر من هذا الامر؟ بس الامر ده علاج. ده علاج؟ لا طبعا. معرفش. لا ازاي يعني؟ هتسالني كابراهيم؟ لا ازاي يعني؟ كمريض ولا معالج؟ ده ازاي هتسالني كايه؟ كمريض ولا معالج؟ لا انا هسالك كمعالج. كمعالج؟ اه. انما هو مصب وحيل على الناس. طيب بس كده ما تقوليش علاج بقى. بقى هو الايه؟ اه. انا انقل ماذا ضار. معلش انا لازم ارد الرد اللي انت عارفه. لا 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 انا عاوز ترد رد على ده. وهو ده يا امة ضحكت من جهلها الامم. انا عاوزك ترد على دي. بس والله. انت عارف دي بكم؟ عشان تتكلم وزهني. دي ب 6000 جنيه حضرتك؟ لا 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 خالص. خالص ده حاجة جميلة جدا. بمبلغ بس تافه. اي حد ممكن يجيبه ب 2500 جنيه. والله حتى لو ب 2 جنيه يعني معلش. انا بس سؤال. طب دي هتعمل لي ايه؟ خليني امشي على عقل المعالج اللي عالج. الورقة اللي مكتوب فيها حروف ما فيهاش بسم الله الرحمن الرحيم. ألف وصاد وميم وعين وحروف ونجمة والكلام ده. هتعمل لي وسيلة ايه؟ هتعالجني من ايه؟ هتطلع الجن ازاي؟ لو افترضنا ان جن وخايف علمك كل التشخيص اللي اتقال ده انا بسخر من الشيخ. انا كابراهيم بسخر من الشيخ. هو في جن ممكن يخش رحم المرأة والمعالج اللي هو شخص نفسه ان هو معالج يقول لك انا شايف الجن جوه الرحم؟ وفي المبيض اليمين حاجة. ايه يا عم؟ والمبيض الشمال حاجة. امال انت رحت فين؟ لا ده شوف بمنظار مثلا يا استاذ هاني بمقطعية. لو هفترض ان كلامه ان ست دي سليمة 100% طبية. انت افتيت ازاي ان في جن اصلا موجود؟ شافه يا اخي. ده النبي محمد لما راح يبيع الجن على الاسلام. ونبي محمد مش اي حد. ده انا برد على الناس اللي بيستخفوا بعقول المرضى. يقول لك ده سيدنا محمد عمل دايره كده سيدنا عبد الرحمن بن عوف وقال له اجلس هنا يا ابن العوف. فالصحابه لما رجع سيدنا عوف مع النبي محمد فقالوا ماذا فعل النبي محمد؟ فقال رايت نبينا محمد يبايع الجن على الاسلام وكنت اسمعهم ولا اراهم. لم يراهم. عاوز تقول لابراهيم الشيخ ده شافع على المبيض. ده مين اللي بيتكلم؟ ابراهيم ده عوف اللي عاش وشيله من الجنه. اه طبعا. لا ينطق عن الهوى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اه ما بيكذبش. بيقول لك كنت سامعهم يبايعون بعض ولكن لا ارى. تخيل ان الشيخ ممكن يقول لك الجن جوه الجسد ويضرب ويخنق ويلسع. وياما شفنا. طيب خلينا بقى نشوف الفيديو كده كده على الروقان كده انا وحضرتك كده. يلا يا محمد اتفضل اعرض. وعايز حضرتك بقى تعلق لي واحنا بنتفرج بالظبط يعني. حاضر. يعني عشان برضو نكسب وقت لان لم يتبقى لنا الا دقائق معدوده. حاضر. خلينا نشوف. يلا محمد اعرض اتفضل. دي ناس ممكن تكون نايمه في حياتها يعني طبيعيه بشكل طبيعي. تمام. والكاميرات بقى اتحطت كاميرات كده ترصد اللي بيحصل. الناس دي بدا يحصل لها تخيلات وحاجات. وعلى فكره اغلبهم في دول غربيه مش في دول عربيه. تمام. عشان بس يبقى برضو يعني حضرتك تبقى تمام معايا. يا ريت بليه يا محمد انتوا ايه يا فيكس ليه كده يعني؟ يا ريت بليه بعد اذنك. يعني دي اسره مقيمه. دي ناس بيحصل لها حاجات غريبه في حياتها. تمام. زي ما بيحصل لنا كده في الحلقه دلوقتي. لاحظوا ان هو يعني تخيلات ولا مش تخيلات؟ ده الكلام ده بجد؟ الكلام ده مش عارف ايه زي ما حضرتك شايف كده. هات فول سكرين بعد اذنك. هات فول سكرين. اه. فبدأوا يحطوا كاميرات للمراقبة. تمام. بدأوا يحطوا كاميرات للمراقبة. اه. وبدأوا يشوفوا نفسهم يعني الكاميرا بقى بتسجل لهم حاجات غير طبيعية. تمام. يا ليه الصورة مش كانتش واضحة كده في الأول؟ بدأ كده تمام كده تمام. بدأ الكاميرا ترصد ماشي. أشخاص مجهولة. بص بص حضرتك واحد نايم الكاميرا سجلته وهو بي 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 بيحصل له الحاجات الغريبة دي. صح. يعني نطلع قدام شوية يا شباب يعني. بس ركز بقى هنا بقى. ركز بقى هنا قوي بقى. تمام. حاضر. ده طفل. ده طفل. ده طفل. تمام. في سرير اطفال. بص تمام. حضرتك الكاميرا لما تخش تقرب عليه. الطفل هيقف على حافة السرير. بص حضرتك الطفل واقف دلوقتي. شايف الخيال بتاعه. لا هو طفل ده طفل مش خيال. قام بالفعل. ده طفل اهو طفل 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 طفل. لا انا قصدي يعني هو ده الطفل هو نايم. ده طفل نايم. تمام. طفل صغير. اه. قام وقف على حافة السرير. اه. وما وقعش.
كأن حد ماسكه. اهو بص حضرتك اهو. ايوه واضح ان انا لازم امنتج الحاجات دي بنفسي بس عشان ناخد الايه الشطات الايه الواجبه. واقف على السرير. واقف اهو الطفل واقف، واقف على السرير من غير ما يقع، اكن حد سانده، اكن حد ماسكه بالظبط كده. تمام. ومفيش حاجه، الكاميرا هي راس ده اهي. تمام. والصوره دي طبيعيه على فكره يعني، حتى تمام. مش ملعوب فيها يعني. وفجاه الطفل ده اكن حد هيرميه او هيشيل. بص حضرتك بص اهو، فجاه نزل تاني في السرير. وبدأ صراخ وبدأ عويل وبدأ. شيء واقعي، انا مش هقولك شيء خيال ولا هو من الدراما السينمائية ان دي كاميرا في بيت يعني، دي كاميرا في بيت او يمكن الصورة يعني كادر اوضح شوية. الطفل واقف على حرف السرير ده يعني 3-4 سنتي يعني. ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه في نمط ان السحر او الجن الجن ممكن يفعل هذه الاشياء بالفعل. خلي بالك ده في دولة غربية مش مصرية ولا حتى عربية. تمام صح. لو يعني لو هو بيفتح البيت تخيلات يعني هنا مفيش حد خالص موجود وفي حاجات بتتحرك. صح. بص ما هو الذهاني يعني يغفر الله لك اللي عمار البيت. انا هذكر لك قصة في هذا النمط وقصة واقعية رأيتها بعيني. طب وانت عينك معايا على الشاشة بعد اذنك. حاضر. انا كنت في حالة في بيت في منطقة المنطقة بدون ذكر اسمها كانت لسه صحراء. والعريس والعروسة هيتجوزوا في المنطقة ديت ولسه صحراء. بس هم مضربين شقة في قلب عمارة وناس ساكنة فيها. تخيل العريس بيقول لي ان هو قاعد بيهرج مع زوجته في ليلة الزفاف ليلة العمر وبيسمع. ركز بقى الله يعزك في النمط ده. اتفضل. بيسمع ايه؟ ان في حد بيشرب العصير. نعم. حد بيشرب العصير. تخيل يا زهاني ان انت مع احترام طبعا في الصوت. الصوت. فهو عشان ما يضيعش فرحة ليلة عمره ما اداش الانتباه قوي عشان زوجته ما تخافش. عادي. ده كلام انا سمعته وشفته من زوج وزوجة. تخيل بقى ايه اللي حصل. دخلت غرفتها تغير فستان العمر. وهو قاعد بره قالع الجاكيته وعلقها على الكرسي وهي شافته قبل ما تخش. دخلت لقيت من على السرير جوه جوزها. قالع الجاكيته وهو بره. وهو قاعد بره. صوتت فدخل جاري. اختفى الشخص اللي كان موجود على السرير. ده مش خيال، ده واقع. طب ده تفسيره ايه؟ اكمل لك بس. اتفضل. فهم واقفين سمعوا ان الدش بينزل الميه. جريوا هما الاثنين. سمعوا ان الدش بينزل ميه. فجريوا ملوش حاجه خالص. ما بقتوش في الشقه طبعا. جريوا. بهدومهم. هقول لك ده سحر، اقول لك لا غلط. لو شخص معالج ان هما الاثنين مسحورين هو تشخيص خاطئ. هو ده عمار المكان. هو ليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا ونبهنا لو انا مسافر مكان اسبوع ما ينفعش اقفل المكان الا وفي لمضة ايدة وقران او اذاعه القران الكريم موجوده في قلب المكان. اذاعه القران الكريم دي جديده منك اضافه يعني. يعني النبي ما قالهاش. لا. دي منك. القران يطلق. سيبك حد يقول لك يا شيخ هو في كان في اذاعه من النبي. انا بقول لك يعني ما ينفعش امشي. تمام. بس هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ دي نصيحتك انت. قال لك ما ينفعش تقفل مكان مظلم. بس انا هشغل قران عشان احافظ على بيتي وصورتي. عشان لما اجي من السفر ما اسمعش اصوات. ما اسمعش خيالات. لان الجن منه مش ربنا قال في القران هم امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. صحيح. يعني هم يعني منهم متجوزين ومخلفين وعاوزين شقه يقعدوا فيها وعندهم بيوت. الحلقه دي في ناس النهارده ممكن ما تنامش بسببها. ليه؟ حلقه قويه. لا خالص. ده عيب يعني الناس اللي احنا عرضناه واللي حضرتك بتحكيه
ممكن الناس تخاف منه. ده علم. على غرار اللي حضرتك يعني بتحكيه، ما في عماره شهيره في اسكندريه في رشدي، عماره العفاريت. طيب. يعني دي فيها مسكونه من القصص والحكاوي. لا ده دلوقتي بقت حاجه ثانيه. طيب. يعني دلوقتي بقت حاجه ثانيه خالص، بقت من اجمل العمارات في اسكندريه. اديك قلت. اتهدت واتبنت من جديد، بس طبعا كان لها قصه وقصه شهيره في اسكندريه. وما زال النمط ان انا لما اسافر مكان، وده يعني تعليم مني بقى. دي توصيه بقى في اخر حلقه. يا جماعه ما حدش يسافر مكان مصيف هيقعد عند والدته باسرته يومين ثلاثه، لازم يخلي فيه ضوء موجود في قلب المكان. ولازم بص حضرتك القرآن. هنا الكاميرا برضو رصدت مدخل عماره. هتلاقي دلوقتي خيالات. اهي بص حضرتك. وما فيش حد بيمشي. صح. دي خيالات العماره بترصدها، ناس رايحه ناس جايه. انت ما خدتش بالك من حاجه؟ اتفضل. ان كل المشاهد اللي موجوده ليلا وليس نهار. ليلا بالظبط كده. ليه؟ ده سؤال مهم. ايه اللي التعليق بتاعي يعني؟ ايه اللي فرق معاك يا شيخ ابراهيم من الليل والنهار؟ لا. هم عكسنا في امور حياتنا. احنا بنستيقظ الصبح، بيجي علينا الليل ننام. هم من المغرب يستيقظوا للفجر. للفجر. عشان كده لما بقول وصايا برضك للي بيقعد يذاكر بالليل، او تقعد تذاكر بالليل، تذاكر او تتعبد الى الله بالليل، ما تطولش قوي بالليل قوي. عشان في واحد ممكن وانا بقول الله اكبر بصلي، اللي فيه ايه اللي يحصل؟ اتخيل ان في حد عدى وانا بصلي. وانا بصلي حتى انت بتصلي. عشان كده فاكر لما اتكلمنا عن الجاسوم وهنعمل له حلقه طبعا كاملة. طبعا طبعا، ان وانا قاعد على السوشيال ميديا بالليل. بالليل مش بالنهار. منى ابص على امي نايمه، اختي نايمه، بابا نايم، اخويا نايم. مين تهيؤات؟ مين اللي بينده؟ تهيؤات. اجي انام. احس ان في حد جنبي. ام مفزوعه. الجاسوم. ان انا قاعد متكتف ايد ورجل وانا مش مربوط. وانا مش مربوط. ومش عارف انادي. ومش عارف ولو ناديت استاذ هاني بيستمعني. وبعد بعض ثواني. طب مش عايز احرق حلقه الجاسوم، هاخد سعاد اخر اتصال معانا في حلقه النهارده وبعديها نختم. سعاد اتفضلي. سعاد وطي التلفزيون. ايوه اسمعينا بالتليفون بس اتفضلي. ايوه ازيك يا استاذ هاني؟ احنا بنشكر حضرتك لعرضك ما يحيك بصدر المشاهد بصوره واضحه جدا. ربنا يخليك. وبنشكر الشيخ شهاب لسعه صدره لعرض الشرح التفصيلي للمشاهد، لان احنا نوصل للحقيقه بشكل صح. على راسك جزاك الله خير يا فندم. تسلمي يا سعاد. فانا عاوزه اعرض سؤال بس على الشيخ شهاب لو سمحت. تحت امرك يا فندم. ان المكان اللي الشخص المسحور مستقر فيه ده ليه علاقه بان حد بيجي فيه او ما بيجيش؟ لان مثلا انا ساكنه في بلد فاكتر من واحد جه، فالشخص ده طلب ان احنا نروح نقابله في المكان بتاعه. وما جاش ان هو يقابلنا في البلد بتاعتنا، فاحنا غيرنا البيت وقاعدين في نفس البلد. فاكتر من شخص قال تعالوا لي في المكان بتاعي في البلد بتاعتي، وما جالوش الجرأة ان هو يجي بلدنا. ده واحد واثنين وثلاثة واربعة طلبوا ان احنا نروح لهم هناك. يبقى ده معناه تروح لهم المكان نفسه. سعاد معلش ثواني يا سعاد. مين ده وتروح لهم ليه؟ ده اكتر من عريس جه، فما كانش عاوز يجي البلد. وصلت الفكره. خلاص وصلت الفكره. بشكرك شكرا جزيلا استاذ سعاد. سعاد عايز اسالك سؤال قبل ما تقفلي. فصلت سعاد. كنت عايز اسالها يعني هتنام الليله دي كده عادي بعد الحلقه ولا هتخاف؟ بس انا عايز كل الناس ما تخافش يعني. ربنا يجعل البيوت دايما كلها فيها سكينه. احنا معانا دقيقه نجاوب على سعاد عشان نختم بعدها. هو رد على استاذ سعاد. وانا ما فهمتش القصه صح عشان اعرف. هي واضح ان في عرسان بيجوا بيحصل يعني عدم اكتمال الموضوع، فبيغيروا المكان حتى بعد مع تغيير المكان ما بيجيش. يبقى الارعاب في الاشخاص مش في المكان. يبقى الارتباط بالاشخاص وليس في الاماكن. في الدقيقه اللي هي متاحه لنا نتكلم فيها. واجبي ونصيحتي في برنامج داء زار ومع سعادتك لكل مشاهد، تمسكوا بالكتاب والسنة. عليكم بالاستغفار، عليكم بقراءة القرآن، عليكم بالتوسل إلى الله عز وجل بالدعاء. كل دي وسائل لازم تكون في صلة بيني وبين ربي حتى يتم الشفاء. لازم لا نعتمد على الأخذ بالأسباب ونترك رب الأسباب. تمام. إذا اعتمدنا على الأسباب فنأخذ بكلام رب الأسباب
أن نقرأ القرآن، أن نستعين بالاستغفار، ولو ركعتين بالليل قبل ما ننام، لو قرأت آيتين قبل ما ننام، حتى لو مش حافظه بقرأه من المصحف، كل دي سبل مع الدواء إذا وجد الداء عليه بالدواء بالتمسك بالكتاب والسنة والمعالج وليس الراقي أو الدجال. بشكرك يا شيخ إبراهيم. استفتاءنا مع حضراتكم على صفحة داء إتزار. الحلقة الجاية تحب نتكلم عن الجاثوم ولا نكمل سحر التخيل اللي لسه ما انتهاش، وفي أسئلة كتير وفي معلومات كتير، هنتظر من حضراتكم كل تعليقاتكم، وانتوا اللي هتقرروا الحلقة الجاية نتكلم في ايه. الاستفتاء ده مدته 24 ساعة او خلال 48 ساعة، النهاردة وبكرة، وبعد بكرة نقرر موضوع الحلقة وهنعمله برومو خاص وهنعرضه على حضراتكم. بشكر فضيلة الشيخ إبراهيم شهاب مرة تانية. احنا مشكور جزيلا جزاك الله. حلقة اكثر من رائعة وفيها معلومات كتير وفيها رعب كتير برضو. الله يخليك فضيلة الشيخ إبراهيم. ايضا بشكر مشاهدينا على حسن المتابعة، في انتظار استفتاء حضراتكم وارائكم في الحلقة اللي جاية. لمثل هذا الموعد تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، هذا هاني الدباني يحييكم. إلى اللقاء.